المزمور الأول. طريق البار وطريق الشرير. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، ولم يقف في طريق الخاطئين، ولم يجلس في مجلس المستهترين، بل في ناموس الرب هواه، وبشريعته يلهج نهارا وليلا، ويكون كالعود المغروس على مجاري المياه، الذي يعطي ثمره في حينه وورقه لا ينتثر، بل كل ما يصنع ينجح. لا كذلك الأشرار، لا كذلك، لكنهم كالهباء الذي تذريه الريح عن وجه الأرض. لذلك لا يقوم الأشرار في يوم الدين، ولا الخاطئون في مجمع الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الأبرار، أما طريق الأشرار فتبيد. آمين.